السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بيكم. قبل كده اتكلمنا عن مقدمة عن 10 حروب دموية، أكثر 10 حروب دموية في التاريخ. النهاردة هيكون معانا الحلقة الأولى من الموضوع أو الفقرة ديت، هنتكلم فيها عن الحروب النابليونية. بحب أفكركم بس إن ال10 حروب اللي هنتكلم عليهم دول، اللي هنبدأ بيهم النهاردة بأول معركة اللي هي الحروب النابليونية، كل الحروب دي كان فيها قتلى عدد كبير جدا جدا جدا، عشان كده صنفوهم انهم اكثر 10 حروب دموية في التاريخ. هنبدأ النهاردة بحلقة الحروب النابليونية. كانت الثورة الفرنسية في فترة 1789 حتى عام 1799، ودي كانت فترة اضطرابات قوية جدا والاشهر لفرنسا واوروبا. بعد انهيار النظام الملكي أصبح نابليون بونابرت هو القنصل الأول، وده كان عام 1799. أعلن نفسه إمبراطور في عام 1804، وكان طبعا شايف نفسه جدا، وكان مشهور بشكل يعني مش طبيعي، أو بمعنى أصح كان بيتعمل له حساب من ناس كتير. نابليون بونابرت لما نابليون بونابرت لما مسك الحكم وتولى الحكم وأصبح إمبراطور زي ما قلت لكم، حست أوروبا ساعتها بخطر كبير جدا جاي نحوها بهدف الإطاحة بالملكية في أوروبا، زي ما حصل في فرنسا بالظبط. توقعوا زي ما عمل نابليون بونابرت في فرنسا إن هو هيعمل فيهم كده بالظبط في أوروبا، هيوقع الملكية وهيكون إمبراطور عليهم. ولكن تحالف الجميع ضد نابليون بونابرت عشان ما يقدرش يوصل لهدفه دوت، ولا يقدر يهد الكيان بتاعهم. محدش قدر يصمد كتير، زي مثلا اسبانيا ورومانيا ما قدروش يصمدوا قدام نابليون بونابرت، بعكس انجلترا. انجلترا قدرت تصد نابليون بونابرت وهزمته في معركة وولتر في 18 من يونيو عام 1815، ولكن بعد انتهاء الحرب وصل عدد القتلى إلى 2.5 مليون جندي قتيل، ومن أوروبا 1 مليون مدني. يعني كل القتلى وصل عددهم، قتلى بس مش بنتكلم على المصابين، مصابين الحرب، بنتكلم على القتلى بس، كلهم على بعضهم 3.5 مليون قتيل. عشان كده الحرب دي، الحرب النابليونية، اتصنفت إنها من أكثر الحروب الدموية في التاريخ. كده خلصت حلقتنا، واشوفكم في حلقة جديدة وموضوع جديد بإذن الله.